وصلنا دلوقتي لفقرتنا الإخبارية اللي هنناقش فيها أهم الأخبار، الموضوعات والمقالات والحوارات والتحقيقات المتنوعة سواء من الصحف أو المواقع الإلكترونية. بيسعدني أن يكون معنا النهاردة في فقرتنا الكاتب الصحفي والباحث السياسي دكتور بشير عبد الفتاح. دكتور بشير صباح الخير ومنور. صباح الخير أستاذ رشا على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. خلينا نبتدي كلامنا النهاردة عن الزيارة التاريخية لولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته الدوقة كاميلا دوقة كورنوال، اللي بتأتي بعد غياب 15 عاما في زيارة بتستغرق يومين. بدأت الزيارة باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته أمس بقصر الاتحادية. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. وأكد الرئيس في هذا الصدد تضامن مصر مع بريطانيا وشعبها في مواجهة الإرهاب الأسود عقب الحادث الأخير الإرهابي الذي وقع بمدينة ليفربول، ولتكثيف التعاون المشترك لتعزيز قيم التسامح والسلام وقبول الآخر بما يقود من التفسيرات المتطرفة التي تتبناها جماعات الإرهاب. في السياق نفسه قالت السيدة انتصار السيسي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: كان لقائي مع صاحبة السمو الملكي فرصة للحديث حول تمكين المرأة وخطوات الدولة لتعزيز دورها سواء داخل الحكومة أو البرلمان، وتأهيل جيل جديد من الشابات المصريات، فضلا عن جهود الدولة في توفير حياة كريمة لكل المصريين عبر سلسلة من المبادرات والبرامج الرئاسية. قبل ما نعلق على هذه الزيارة خلينا نشوف التقرير عن الزيارة ونرجع نكمل كلام. وصل ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز والسيدة قرينته إلى مطار القاهرة في إطار الجولة الرسمية الأولى له خارج البلاد بالإنابة عن الملكة منذ بدء جائحة كورونا. هذا وقد استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته بقصر الاتحادية الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا والسيدة قرينته. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بولي العهد البريطاني في زيارته لمصر، طالبا سيادته نقل تحياته إلى جلالة الملكة إليزابيث، ومعربا عن التطلع لأن تمثل هذه الزيارة محطة جديدة داعمة للعلاقات التاريخية بين البلدين، أخذا في الاعتبار ما تمثله دوما الزيارات الملكية البريطانية من علامات بارزة تظل ماثلة في الذاكرة السياسية والشعبية لكل من مصر وبريطانيا. من جانبه أعرب الأمير تشارلز عن التقدير والامتنان لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقاها في مصر، ناقلا إلى السيد الرئيس تحيات الملكة إليزابيث، ومؤكدا سعادته بالتواجد في مصر مجددا وحرصه على زيارتها، وذلك في ضوء خصوصية العلاقات التقليدية بين البلدين. دكتور بشير خليني أقول إن دي مش الزيارة الأولى للأمير تشارلز والأميرة كاميلا دوقة كورنوال. يمكن كان شهر عسلهم احنا فاكرين كان في 2006 تقريبا، قضوه في الواحات في سيوة عفوا، ودلوقتي أول زيارة لي بعد أو في بعد ما خلص بقى جائحة كورونا، يعني ابتدى يطلع من جائحة كورونا. والزيارة خليني أقول إن هو حتى كمان كتب ولي العهد الأمير تشارلز قال إن اللي يجي مصر مرة ما يقدرش ما يجيهاش كتير. هل المشاعر دي خاصة إنه في التقرير إن هو نائب عن الملكة، يعني الملكة لو كانت صحيا تقدر تيجي كانت زمانها جت، تقيم المحبة وحرصه على إنه يجي مصر إزاي؟
يعني خلينا يا استاذ رشا ننظر الموضوع من زاويتين. الزاويه الاولى ارتباط عاطفي بمصر، لانه زي ما حضرتك تفضلتي الامير تشارلز قضى فتره شهر العسل بعد هذه الزيجه في مصر في واحد سيوه في الواحات. ده معناها انه انتقى افضل مكان من وجهة نظره في العالم يمكن ان يقضي فيه هذه المدة بعد الزيجة التي اقدم عليها، وهذا يعكس الارتباط. حتى تصريحاته انه لابد انه يزور مصر مرة يزورها مرات ومرات، ده ارتباط شخصي ببلد عريق يكن له تقديرا خاصا. البعد الثاني او الزاوية الثانية اللي ننظر بها للموضوع وهي نظرة سياسية، رؤية المملكة المتحدة لأهمية مصر ودور مصر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لأنه ما كان للأمير أو حتى الملكة أنها تتحدث عن مصر بهذه الأهمية لولا أنها تدرك وتعي جيدا مقدار الأهمية الجيوستراتيجية للدولة المصرية. مصر كصانع سلام في منطقة الشرق الأوسط، كدولة محورية، كدولة بيفوت ستيت، دولة مركزية كما نقول، ومن ثم الزيارة تتداخل فيها الأبعاد العاطفية الإنسانية مع الأبعاد السياسية، بدليل أنه تم مناقشة عديد من القضايا تتصل بتمكين المرأة في مصر، تتصل بالنهضة التي تشهدها مصر هذه الأيام، تتصل بقمة المناخ التي ستستضيفها مصر في العام 2022 وتسلمت الراية من بريطانيا التي استضافت القمة الأخيرة. كل هذه الاعتبارات السياسية والاقتصادية والمناخية والثقافية تعكس رؤية المملكة المتحدة لمصر دولة وحكومة وشعبا. طيب برضو امبارح يعني عايزة أقف عند النقطة دي تحديدا، الأمير تشارلز كان عنده حرص أن هو يزور دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، يعني حرصه أن هو يقعد مع أكبر رأس في الأزهر، شايفه إزاي؟ الأزهر الشريف بما معناه الإسلام الوسطي، يعني بالضبط الأزهر الشريف منارة الإسلام السني في العالم. وبالمناسبة لمن لا يعرف أن مكانة الأزهر لدى المجتمع الدولي سواء في الدول الغربية أو حتى في دول أفريقيا ودول آسيا مكانة مهمة للغاية. نعم. لدرجة أن العالم ينظر إلى الأزهر باعتباره الإسلام، يعني إذا أردت أن تتحدث عن الإسلام المعتدل الوسطي الذي يمكن أن تتعامل معه هو الأزهر الشريف. من هنا جاء اختيار الأمير تشارلز لشيخ الأزهر الشريف، خصوصا وأن العالم الآن يحارب الإرهاب ومصر تقدم إسهاما مهما في محاربة الإرهاب سواء على الصعيد الأمني من خلال العمليات الأمنية والعمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الشرطة الباسلة والقوات المسلحة العتيدة في مواجهة الإرهاب. هناك أيضا مسار موازي هو المسار الحضاري الثقافي الفكري، الأزهر الشريف يحارب الإرهاب فكريا وثقافيا من خلال دحض الأفكار التي تبثها التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتبيان مدى خطورة ومدى يعني الخطأ الذي وقع فيه الإرهابيون من خلال هذه الأفكار، ومن ثم المحاربة الفكرية والحضارية والثقافية للإرهاب التي يقوم بها الأزهر الشريف موضع تقدير من المجتمع الدولي ومن المملكة المتحدة. لذلك زيارة الأمير أو لقاء الأمير تشارلز بشيخ الأزهر معناها نحن نقدر الدور الذي يقوم به الأزهر في محاربة الإرهاب ونشر الفكر الوسطي الإسلامي المعتدل الذي يقدم للعالم نموذجا حضاريا محترما للإسلام. طيب برضو أنا عايزة أقف قبل ما نسيب الزيارة، يعني لما شفنا الصور وهم في حزبة خير الله وحضروا سبوع والتقطوا صور، يعني هل هو عايز يتقرب من الشعب المصري بالشعب بقى اللي هو يعني مش عايز اقول طبقة عالية، يعني عايز يشوف الشعب المصري بجد، يعني ما فهمتش وحضر السبوع والتقطوا صور تذكارية واحنا لينا تقاليدنا في السبوع، يعني يبدو ان هذا الرجل عاشق لمصر، يعني زي ما قلنا البعد العاطفي الانساني انه يختار الواحات او واحد سيوة انه يروح يقضي فيها شهر عسل، والنهاردة يحضر لأسرة بسيطة سبوع وفي منطقة يعني نقول يعني منطقة بسيطة. نعم. تعكس يعني قطاع عريض من المصريين، لأن مش كل مصر تسكن في الأحياء الراقية أو في الكومباوندز أو كده، وبالتالي الرجل اختار مصر البسيطة، مصر التي عاشقها منذ سنوات. أنه يتغلغل في العمق المصري بهذه الطريقة، أنه يريد أن يعيد اكتشاف هذا البلد مجددا، وأنه يلمس نوع من الجمال والجاذبية في مصر البسيطة، لأن المواطن المصري البسيط هو المواطن المعتدل، هو المواطن سواء كان مسلما أو مسيحيا إنسان معتدل يحب الحياة ويحب الآخر ويرحب بالآخر. لذلك هذا الرجل ذهب إلى مصر التي يحبها، مصر التي تمثل قبول الآخر، تمثل التسامح، مصر أيضا التي حققت الإنجاز، يعني محاربة العشوائيات والإنجاز الذي تم في مجال العشوائيات. أعتقد أن هذه الزيارة تشير إلى نجاح
رائع في هذا المجال يقدم صورة تحتذى في العالم. طيب خليني أنتقل دلوقتي باجتماع عقده أمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع عدد من الوزراء والمسؤولين، وذلك لمتابعة جهود تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الأفريقية عن طريق الشحن البحري. في بداية اللقاء أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتابع بشكل متواصل إجراءات تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الأفريقية، لافتا إلى الأهمية القصوى التي توليها لتنشيط حركة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة. واستعرض مدبولي رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن توطين صناعة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة، حيث تقدمت 3 تحالفات عالمية بعروض لإقامة مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقتي السخنة وشرق بورسعيد. وأكد رئيس الوزراء أهمية متابعة الخطوات التفاوضية لإقامة منطقة صناعات روسية وأخرى بولندية في المنطقة الاقتصادية، هذا إلى جانب استمرار التفاوض مع بعض المصانع الهندية العاملة في مجال الدواء، وذلك لإقامة مصانع لها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. الاجتماع اللي عقده دكتور مصطفى مدبولي بالأمس ده اجتماع مهم جدا. خليني أبتدي بحركة البضائع ما بين مصر وأفريقيا بشكل عام والدول الأفريقية. كانت المشكلة الكبيرة، يعني أنا رحت يعني دول أفريقية عديدة وحضرت معارض مصر بتعملها هناك، كانت أغلب المشاكل اللي بتتقال إنه الحركة ما بين لأن الطرق ما فيش طرق لسه برية بسهولة توصل، فالتكلفة بتبقى عالية، فإن إحنا دلوقتي عن طريق الشحن البحري والرؤية الاقتصادية الجديدة لمنطقة قناة السويس ده يمكن أن يوصل بالصادرات المصرية إلى درجة عالية في الدول الأفريقية؟ خلينا نقول يا أستاذ رشا أنه هذا الاجتماع والنقاش يعكس مدى اهتمام مصر بالقارة السمراء، لأنه القارة السمراء بتقدم أمرين. الأمر الأول المواد الخام، يعني هي غنية بالمواد الخام، أيضا هي أسواق واعدة يعني تستطيع أن تسوق فيها المنتجات المصرية بشتى صنوفها بما فيها حتى المنتجات العسكرية، يعني الصناعة المدنية والصناعة العسكرية يمكن أن تجد لها سوقا رائجة داخل القارة الأفريقية. أيضا لديك رصيد مهم للغاية وهو اتفاقية الكوميسا، اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي تربط مصر بهذه الدول وتضمن تسهيلات عديدة لدخول البضائع والمنتجات المصرية إلى القارة الأفريقية. زي ما حضرتك تفضلتي، المشاكل اللوجستية كانت دائما تعطل كانت دائما تعطل حركة التجارة بين مصر والدول الأفريقية، لكن من خلال بحث هذه التسهيلات اللوجستية سواء من خلال قناة السويس أو من خلال إنشاء شبكة من الطرق البرية أو حتى خطوط السكك الحديدية، هذا سيساعد كثيرا في سرعة نقل البضائع ليس فقط من مصر إلى الدول الأفريقية، وإنما يسهل لمصر القيام بدور لوجستي دولي مهم للغاية، لأنه دولة زي الصين الدول الأوروبية تستطيع نقل بضائعها إلى أفريقيا عن طريق مصر، إنه من خلال قناة السويس يتم استقبال البضائع ثم نقلها عبر مصر إلى الدول الأفريقية من خلال هذه الشبكة. هل ده استكمال لطريق الحرير؟ يعني ممكن أن يكون مساهما في موضوع طريق الحرير، لأنه مصر تتحدث عن التجارة العالمية بوجه عام سواء الدول الأوروبية أو دول أخرى. طريق الحرير يخص الصين لأنه مشروع صيني بالأساس، تنفق عليه الصين، تقيم بنية أساسية حول العالم، وللصين مدينة اقتصادية في منطقة قناة السويس، فيمكن لمصر أن تساعد على تطوير الصناعة المصرية والتجارة مع الدول الأفريقية. أيضا دول العالم تستخدم الدور المصري وتستفيد من الدور المصري، الصين تحديدا فيما يخص طريق الحرير سوف تستطيع الاستفادة من هذا الدور. طيب حاجة عند نقطة مهمة جدا وهي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لما بنقول أن في يعني متابعة الخطوات التفاوضية، منطقة صناعات روسية أخرى بولندية، بعض المصانع الهندية العاملة في مجال الدواء، هل ده ممكن أن احنا يعني استكمالا لحضرتك بتقوله هذه المنطقة الحيوية الهامة مع اللوجستيات التي يتم التجهيز لها، هل ممكن نبقى يعني خليني أقول سنغافورة الشرق؟ يعني توقعات يعني اقتصادية، يعني أنا أتمنى طبعا. في تقارير اقتصادية عديدة توقعت لمصر أن تحقق انطلاقة اقتصادية تنموية وشبهتها تارة بسنغافورة ببعض الدول الأخرى،
لكن أنا باعتقادي أنه كل هذه المؤشرات تفيد بأن مصر تقدم تجربة تنموية فريدة. نعم. يعني غالبا أنك تعمل كلونينج أو استنساخ لتجربة تنموية أو اقتصادية بعينها ربما يكون أمر صعب بسبب اختلاف الخصوصية طبعا. الثقافية والحضارية والجيوسياسية لكل دولة، لكن أنا لدي يقين بأن مصر ستقدم تجربة تنموية فريدة يمكن لدول عديدة أن تستلهمها، بدليل أنه لحد النهاردة مسألة الطاقة على سبيل المثال في دول عديدة بتحاول أن تتعلم وتستلهم التجربة المصرية في تحويل عجز الطاقة إلى فائض يتم تصديره في الخارج. مسألة العشوائيات، مسألة البنية التحتية، أنت تقدم نموذج يحتذى في أكثر من قطاع، سواء كنا سنغافورة أو غير سنغافورة أنت تقدم نموذجا رائعا من خلال تنمية مستدامة sustainable، لأنه في سنوات ماضية كانت مصر تبدأ بشكل جيد جدا مشروع تنموي، لكن المشكلة في الاستكمال والإتمام، الاستدامة. صحيح بالضبط. نحن الآن والعالم النهاردة بتكلم عن الاستدامة sustainability، ومن ثم مصر تقدم نموذجا هائلا أنه عندنا المشاريع تكتمل ويتم إدخال تطوير عليها، وده عكس مراحل سابقة كنا نبدأ لكننا لم نكن نقوم. صحيح. خليني أتكلم على ملف العلاقات الخارجية. النهاردة معالي الوزير سامح شكري وزير الخارجية بيشارك في الاجتماع الوزاري الذي يضم وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا في العاصمة اليونانية أثينا. أوضح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن هذا الاجتماع الوزاري يعقد في ظل توافق الرؤى الاستراتيجية التي تجمع بين الدول الأربع، وسيتناول الاجتماع القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وسبل تطوير علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي ودفع التعاون في ملفات الطاقة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي والهجرة، وذلك في إطار التنسيق الوثيق المستمر بين مصر واليونان وقبرص وفرنسا. خليني أقول أنه مش بس اليونان وقبرص وفرنسا، لكن هناك علاقات وتقارب ما بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي. خليني أقول طبعا فرنسا في المقدمة، وقبرص واليونان طبعا لما لنا من علاقات تاريخية واقتصادية، ويعني جرنا يعني خلينا نقول. لكن كيف تقيم العلاقات المصرية مع الدول الاتحاد الأوروبي؟ يعني خليني أخذ من ده، حضرتك ذكرت الطاقة وهربط بالسؤال الماضي أو الملف الماضي، مسألة الهيدروجين الأخضر كنا أشرنا ليها في السؤال الماضي. الهيدروجين الأخضر هو أحد أشكال الطاقة المتجددة، ومصر الحقيقة بتحاول تنوع مزيج الطاقة. كل دولة فيه اسمها سلة الطاقة. سلة الطاقة دي إنك ما تعتمدش على مصدر وحيد لإنتاج الطاقة بتاعتك سواء الكهرباء أو غيرها، وهو يبقى عندنا فحم، يبقى عندك بترول، يبقى عندك غاز، يبقى عندك طاقة متجددة. والاتجاه العالمي الآن بسبب أزمة المناخ وهو توسيع مساحة الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر من ضمن مظاهر الطاقة المتجددة الذي تعبر إليه مصر. أنت كده بتتكيف مع التطورات الاقتصادية والمناخية العالمية، بتقدم اقتصاد أخضر، تجربة تنموية لا تضر بالبيئة، وهذا يحسب للدولة المصرية حاليا أنها تتكيف مع هذه المتغيرات. العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ليست بعيدة عن هذا الأمر. الطاقة تمثل ركن ركين للعلاقات المصرية الأوروبية. طبعا بعيدا عن العلاقات التاريخية، الجوار الجغرافي، مصر النهاردة أصبحت تلعب دورا محوريا في أمن الطاقة الأوروبي. إزاي؟ عندنا اكتشافات هائلة من الغاز في البحر المتوسط، في حقل ظهر وغيره من الحقول، وبالتالي القارة الأوروبية هي أكثر بقعة في العالم تستهلك الطاقة، لأنها تستورد 90% من احتياجاتها. وهناك مشاكل ما بين روسيا والدول الأوروبية فيما يتصل بتصدير الطاقة الآن، لذلك تقدم مصر نفسها باعتبارها ركن ركين لأمن الطاقة الأوروبي. بنصدر كهرباء النهاردة لقبرص واليونان ثم إلى باقي الدول الأوروبية، أيضا بنقوم بتصدير الغاز، وهناك مشروع مع قبرص لإقامة خط أنابيب إن احنا نحصل على الغاز القبرصي لتسييله في مصر كما نفعل مع الغاز الإسرائيلي، ثم نقوم بإعادة تصديره إلى الدول الأوروبية بأسعار أفضل. فانت الطاقة تمثل محور مهم في العلاقات المصرية الأوروبية. أضيف إلى ذلك محاربة الإرهاب. مصر قدمت نموذجا رائعا في محاربة الإرهاب زي ما قلنا في المسارات الثلاثة: المسار الأمني والعسكري، المسار التنموي، المسار الفكري والحضاري والثقافي من خلال الأزهر الشريف، دور التوعوي اللي بيقوم به، إضافة إلى مسألة الهجرة غير الشرعية. بالضبط. محاربة الهجرة، وخليني يا أستاذة رشا أقول الهجرة غير النظامية مش غير الشرعية، لأنه الهجرة حق مشروع لكل إنسان في العالم. نعم. لكن أن تكون نظامية
نظاميه. نظاميه بمعناها يكون معاك باسبور وثائق سفر، يكون معاك فيزا او تاشيره دخول، يكون في سياق قانوني. لكن اللي بيحصل ان الناس تعبر بقوارب مطاطيه او تحاول تعبر الحدود بشكل غير قانوني، دي بنسميها الهجره غير النظاميه. مصر برضو قدمت نموذجا رائعا في هذا المجال. اولا مصر عمرها ما كانت جسر للعبور الى الدول الاوروبيه مقابل مافيا او اموال او اشياء من هذا القبيل. مصر عمرها ما استغلت وجود لاجئين او مهاجرين غير نظاميين على اراضيها او اشياء من هذا القبيل لابتزاز الدول الاوروبيه. كلنا عارفين ان في دول مش هنسميها بالاسم بتبتز الدول الاوروبيه اليوم. ارفع العقوبات حتى اوقف المهاجرين، بيلاروسيا على سبيل المثال. دول اخرى قريبه مننا تطلب اموال لا بشكل فاضح. بيلاروسيا دي حدوته ثانيه، اللي حاصل في بيلاروسيا في الحدود ما بين بيلاروسيا وبولندا دي قصه يعني، لكنه ابتزاز وتوظيف حقيقي. يعني دول اخرى بتقول للاتحاد الاوروبي تديني اموال وترفع الفيزا وتساعدني على الانضمام للاتحاد الاوروبي، والا هاغرق الاتحاد الاوروبي باللاجئين والمهاجرين. مصر النهارده ما عندهاش معسكرات للاجئين، ما عندهاش مخيمات. تقول تركيا يعني بس انت اللي قلت حد مش انا يعني فضلك تقول تركيا يعني. طبعا مصر عمرها ما قالت ان احنا عندنا ما عندناش مخيمات، ما عندناش معسكرات للاجئين، لكن بيعامل حوالي 5 مليون لاجئ ومهاجر في مصر معاملة المصريين تماما حقيقي. من دول أفريقية ودول عربية عديدة. علشان كده الأوروبيين بيعتمدوا على مصر في مواجهة الهجرة غير النظامية، لأن مصر تتبنى وسائل أخلاقية، وسائل قانونية، لا بتصد حد ولا بتضرب نار على حد ولا بتعمل أسوار ولا بتعمل أسلاك شائكة ولا بتبتز الأوروبيين ولا بتطلب أموال مقابل هذا الأمر. وبالتالي أنت تلعب دورا محوريا. النهاردة الاتحاد الأوروبي بيعتمد على مصر كشريك استراتيجي. دور قبرص واليونان جسر بيننا وبين الاتحاد الأوروبي، معانا شراكة أمنية، شراكة عسكرية، تعاون في مجال الطاقة في شرق المتوسط، هناك مناورات عسكرية مشتركة دورية تجري بين مصر واليونان وقبرص، وانضمت إليها السعودية والإمارات مؤخرا. العلاقات التاريخية والحضارية حدث ولا حرج. ولسه امبارح كنت بتكلم مع اولادي في مساله اليونانيون في الدراما العربيه. امبارح كنت بشوف فيلم لنجيب الريحاني اللي هو سلامه في خير. الست اليونانيه في الفيلم يعني عماله تقول شيء لا يا حسين، الكلام ده في ثلاثينيات القرن الماضي. اليونانيون جزء من الثقافه المصريه، واغلب الدراما المصريه التلفزيونيه لازم حد يوناني، لازم اليونان لما بنجي سيره اسكندريه لازم يبقى اليونانيين موجودين معانا. لا وعضو فاعل. انا من المنصوره، عندنا لحد النهارده حاجه اسمها النادي اليوناني موجود في المنصوره لحد النهارده وموجود في اسكندريه برضه وتفاعلوا. موقفهم في تاميم قناه السويس كان رائعا، انه لما انسحب المرشدين البريطانيين والفرنسيين من القناه ظل المرشدون اليونانيون الى جانب المصريين، وتجاوزنا محنه تاميم قناه السويس بمساعده اليونانيين. فالعلاقات تاريخية حضارية ما بين قبرص واليونان ومصر يمكن البناء عليها، وده اللي عمله الرئيس السيسي، انه اعاد البعد المتوسطي، البعد الاوروبي في العلاقات او في السياسة الخارجية المصرية بينما كان مطمورا فيما مضى. صحيح. وده ابرز شيء عمله الرئيس السيسي في السياسة الخارجية. طيب اخر خبر عندي، طبعا مش عايزة اسيب الشأن الليبي، لانه الشأن الليبي كل يوم احنا بقينا بنسمع، كل ما اقتربنا من موعد الانتخابات الليبية كل ما الاحداث في ليبيا بتزيد يعني. موقع التواصل الاجتماعي تويتر أغلق الحساب الرسمي للمرشح لانتخابات الرئاسة سيف الإسلام القذافي بعد ساعات من إطلاقه دون توضيح الأسباب الحقيقية لغلق حساب، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية ليبية. وأطلق سيف الإسلام القذافي حسابا رسميا له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وطالب في أول تغريدة له الليبيين بضرورة التوجه لفروع مفوضية الانتخابات لاستلام بطاقاتهم الانتخابية ليتمكنوا من تقرير مستقبلهم ومستقبل أبنائهم حسب تعبيره، وقبل أن يعمد الموقع إلى إغلاقه. يعني خليني اقول لك انه المعركه باديه يعني، انا ونفس الموقف اللي عمله تويتر مع سيف الاسلام بيفكرني بايام انتخابات الامريكيه بايدن وترامب لما اغلقوا لترامب نفس الحكايه. لكن خلينا نبص للانتخابات الليبيه، يعني دلوقتي المرشحين كلها اسامي واسامي يعني خليني أقول الأسامي مش سهلة في الواقع السياسي الليبي. يعني لو هنتكلم على عقيلة صالح، على الدبيبة، على بشاغة، على سيف الإسلام القذافي، على حفتر، كلها أسامي وكل واحد ليه مكان. شايف الانتخابات مع حدة المنافسة وابتدينا المنافسة بتويتر بيقفل بقى حسابات، شايفة هتوصل لإيه؟ اولا احنا كمصر موقفنا داعم للمسار السياسي. على فكرة هم اكتر من 15 مرشح، انا قلت الأسامي البارزة يعني. نعم. احنا كمصر داعمين لإنجاح المسار السياسي في ليبيا وإنهاء العسكرة، لأنه دايما العلاقات ما بين الدول ممكن تاخد شكل عسكري في الأزمات أو تاخد شكل دبلوماسي سياسي.
مصر بتدعم المسار السياسي إجراء الانتخابات في موعدها، ولا تدعم فصيل أو طيار أو مرشح أو شخص على حساب آخرين، وإنما نريد إنجاح هذا المسار وفقا لمبادئ دستورية، وأن تعكس هذه الانتخابات إرادة الشعب الليبي. طبعا لأول مرة في تاريخ ليبيا إنها تخوض انتخابات رئاسية حقيقية لاختيار رئيس الدولة، وبالتالي تنوع المرشحين بهذه الطريقة أمر طبيعي للغاية. لو حضرتك تفتكري أول انتخابات رئاسية بعد 2011 في مصر كان عدد المرشحين كبير جدا جدا، وبالتالي تنوع المرشحين أمر طبيعي في مثل هذه الظروف لأنها أول انتخابات من نوعها. أهم شيء أن تعكس نتائج الانتخابات الإرادة الشعبية والوطنية الليبية، وأن يكون هناك قبول لنتائج الانتخابات. نعم. يعني كل الفصائل داخل ليبيا وكل القبائل في ليبيا تقبل بنتيجة الانتخابات طالما أنها أجريت بشكل نزيه وتحت إشراف دولي، وشهد لها القاصي والداني بأنها انتخابات نزيهة تعكس إرادة الليبيين. هذا سيساعد على تجاوز ليبيا المحنة الراهنة، وأن تكون هناك حكومة مركزية تدير البلاد وتخلصها من المرتزقة والميليشيا والأجانب، حتى تستطيع ليبيا أن تعود مجددا إلى عهد الاستقرار، لأن استقرار ليبيا فيه استقرار لمصر وللدول الأوروبية ولإقليم شرق المتوسط ككل. ليبيا دولة مركزية، دولة مهمة، دولة غنية بالنفط والغاز، وتستطيع أن تتعافى سريعا. لذلك نتمنى أن تكون المعايير القانونية والدستورية، وأن يتم إجراء الانتخابات بشكل يرضى عنه الليبيون ويؤيده المجتمع الدولي، حتى نستطيع أن ننهي هذه المأساة في ليبيا إن شاء الله. الكاتب الصحفي والباحث السياسي الدكتور بشير عبد الفتاح، أنا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا يا فندم. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بكده بتكون انتهت جولتنا الإخبارية. دلوقتي هروح لفاصل، وبعد الفاصل موعدكم مع فقرتنا الدينية الأسبوعية، انتظرونا.